أهلا بكم من جديد. والسؤال: عليه أفضل الصلاة والسلام كان له أسلوبه الخاص مع زوجاته، هل هنا الأزواج مثلنا يعتبرونه سنة وبالتالي لابد أن يقتضوا بهذا؟ ينبغي أن نحذو حذو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. جميل. هذا يحقق لنا الطمأنينة. أيوة. والأمان في بيوتنا، لأن الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنتريا، وإنما كان رحمة، كان هينا لينا، كان يكون في خدمة أهله، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويتحدث معهم حديث المحب لهم الذي يألف ويؤلف، حديث الإنسان البسيط في بيته، ليس الإنسان الذي يتجهم ويريد أن يثبت رجولة في البيت وإن ما فيش حد زيه. لا، هذا ليس لم يكن مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أننا نقلنا التصرف النبوي في بيته كما هو في بيوتنا، في بيوتنا لاستراحت البيوت تماما. ولذلك المشاكل الزوجية لم تكن تعالج إلا في بحكمة كبيرة. ليس على مرأة ومسمع من الناس، وليس على مرأة ومسمع من الأولاد، وإنما في حيز ضيق بين الرجل وزوجته. إذا ظلت هذه المشكلات، ونحن نعلم بأن البيوت ليست يعني لم تصل إلى المثالية التي هي أحلام، وإنما نعيش حياتنا كبشر، يعني فيها مرة شيء طيب ومرة أيضا فيها بعض المشكلات. نتجاوز المشكلات بهذا النقاش الهادئ الخفي الذي أغلقت عليه الأبواب، اللي هو المنهج النبوي الشريف. نعم. أروح لسؤال أيضا: الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة هناك من يقلل من شأن أحاديث الأحاد، وهناك من يعظم من شأن الأحاديث المتواترة. هل أحاديث الأحاد نأخذ بها أم نهملها؟ الحديث المتواتر هو أقوى درجة في الثبوت عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر المقومات التي اشترطها العلماء في هذا الحديث. فكأننا نقول نحن نتيقن، نحن نقطع أقرب للنص، وهو نص بالفعل. آه. نحن نقطع بأن هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودي عددها محدود أعتقد. عددها قليل. نعم. قليل. ليس كعدد الأحاد. التالي له في الدرجة وهو حديث الأحاد. حديث الأحاد لم تتوفر فيه شروط التواتر. انخرم شرط من الشروط فصار أحاد. بمعنى ان احنا بنشترط في التواتر ان يكون رواه عن سيدنا رسول الله من الصحابة مجموعة كبيرة من الصحابة، يعني سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حددت رقم عدد معين؟ مختلف في تحديده. كم حد أدنى؟ يعني كلما كسر العدد كلما زادت قوة. كلما زادت قوة. لكن في حد أدنى أكيد. ممكن يكون سبعة في خمسة في يعني في مختلف بينها. آه. بين العلماء الحد الأدنى. الخمسة أو الستة أو السبعة في عصر الصحابة يجي يروي عنهم طبقة فيها هذا الحد أيضا من التابعين، وهكذا، وتابع التابعين لثلاث طبقات بس. ثلاث طبقات. وبعدين تدون بعد ذلك. مظبوط. هذه الرواية. ده الأحاديث المتواتر. دي الأحاديث المتواتر اللي هو موثوق. لو نظرت إلى الطبقة الأولى تقول عمرهم ما يتفقوا ويجوا يقعدوا في مجلس واحد ويقول حنقول بأن رسول الله صحيح قال كذا. صحيح. فهؤلاء يؤمن اتفاقهم على الكذب. جميل. والطبقة اللي بعدها كذلك والطبقة اللي بعدها كذلك. الأحاد قائم على الثقة بالراوي. أيوة. فبنبحث فيه كتير لأنه هو أصله وحده أو اثنين، يعني لم نبلغ حد التواتر في طبقة من الطبقات الثلاثة. لابد أن توصف الشخص، لابد أن اشترط شروط بقى كثيرة حتى أطمئن إلى هذا الحد، إلى أنه يغلب على ظن أنه صادق فيما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنشترط عدل وضبط وأشياء. له شروط معينة. من خلال هذه الشروط أنا مطمئن إلى صدقه. ماشي. مطمئن اطمئنان فيه غلبة ظن.
لكن ليس فيه القطع، لكن مأمون الجانب في أنه الغالب أنه لا يكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط أنت بتقول مع الآن، يعني لما نجيب شخص ويدي خبر وشخص ثاني يدي خبر، فبتقارن بالاثنين، تقول على فكرة الخبر من فلان ده صادق، لأنه مسيرته كريديبيلتي عالية، مصداقيته عالية، مسيرته عالية، مسيرته الحياتية كبيرة. هو ولهذا في بناء الأحكام، أيوة، بناء على الحديث الشريف المتواتر والآحاد، فإن الأحكام التي تتطلب قطعا كالأحكام المتعلقة بالعقائد والأحكام المتعلقة بالإخبار عن أحوال الآخرة ودرجات الآخرة وما يحدث في الآخرة تحتاج إلى الرتبة الأولى، تحتاج إلى الخبر المتواتر. مزبوط. أما بناء الأحكام العملية من أمثال الصلاة والبيع والحج وغير ذلك، فتبنى هذه الأحكام على خبر الأحاد، لأن خبر الأحاد صادق أيضا. ما عدا ذلك من الأحاديث الضعيفة اللي هي رتبة أقل من الأحاد بكثير، لكنها ليست مكذوبة. أيوة، ليست مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست لكنها موضوع، لكنها مفتقدة للشروط التي ترتقي بها إلى الأحاد. هي ضعيفة لكن ليست موضوعة ولا منسوبة ولا منحولة، مكذوبة لرسول الله ولا منحولة. لا، هي من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن في درجة ضعيفة. كويس. هذه لا نعمل بها لا في العمل الأحكام العملية، يعني أيوة، ولا في العقائد، وإنما نعمل بها في فضائل الأعمال. حلو، في الفضائل. ليه بتحسينا بقى على نحن نكون كويسين؟ هو وهكذا. مولانا يعني العلماء يعني قربوا المسافات شوية، يعني قالوا نحن أمام مثلا 300 حديث متواتر، أمام 7000 حديث أحد، يعني هل في أرقام من هذا القبيل؟ في أرقام طبعا بطبيعة الحال، وفي أرقام للمكذوب أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت قول لنا الأرقام، الأرقام دي مهمة برضه. أنا أقول يعني بنسب معينة، أقل الأعداد هي الأحاديث المتواترة، وأكثرها الأحاديث الآحاد، وبعضها ضعيف، وكثير مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإمام السيوطي ألف مجلدات في الأحاديث المكذوب على رسول الله، وأطلق عليه سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. وهكذا غربلة الأحاديث لم تكن بنت اليوم ولا بنت امبارح، ده بنت من زمان. هل عملية الغربلة أو دي مستمرة؟ يعني هل هناك حتى الآن عملية الغربلة دي مستمرة وجائزة ولا استقرت أيضا؟ هي الحقيقة العلماء بذلوا جهودا كبيرة في ده، صحيح، بداية من السنوات الأولى بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ملمح مهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءته جدة كبيرة في السن، طيب، بتسأله الميراث، عايزة حفيدة توفى وأمه مش موجودة وهي اللي لسه على قيد الحياة، فبتقول أنا ليا ميراث في حفيدي لا ولا لا يا أبو بكر. فقال لها لم أجد لك في كتاب الله تعالى شيئا، ولم أسمع فيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانتظري حتى أسأل الناس، يمكن حتى سمع غيره يعني. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال أشهد يا أبا بكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها، أي للجدة يعني اللي كان زيها زمان، قضى لها بالسلس. فقال لا أقبل الأول للتحوط، لا أقبل حتى يشهد معك غيرك بأن رسول الله قضى بذلك. عظيم. فقام سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقال أشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسلس، فأعطاها السلس. هذا كله يدل على أن بواكير، أيوة، النقد المراجعة والتحليل والفلترة كانت في فترة مبكرة جدا من عصر الإسلام. مولانا دكتور شوقي علام أخذنا في جولة سريعة لكنها عميقة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الحبيب، تجعل القلب يطيب، وفي نهار رمضان تتشوق النفوس إلى زيارة قبر الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. وأترككم في رعاية الله وأمنه، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم المفضل اسأل المفتي.